استقرار وضبط قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وتوحيد عمليات الصرافة في محلات الصرافة في محافظة شبوة. مزيدا من التفاصيل في سياق تقرير الزميل حسن النقدي. يمثل البنك المركزي في محافظة شبوة أهم ركائز القطاع المصرفي في المحافظة التي تخطو بثبات باتجاه نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات. هنا في أروقة البنك المركزي في محافظة شبوة يتم استقبال الإيرادات بشكل يومي بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة. الإصلاحات الكبيرة والإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي في شبوة مؤخرا جعلت البنوك التجارية تعمل على إيداع فائض السيولة النقدية من العملات الأجنبية والمحلية إلى البنك المركزي، وهو ما أسهم في سير الدورة النقدية بشكل طبيعي. البنك يقوم بعمل على أكمل وجه من ناحية استقبال الإيرادات وصرف مرتبات الموظفين، حيث تم استكمال المرتبات شهر فبراير بشكل كامل واستقبال الإيرادات بشكل يومي، وطبعا هناك تعاون بيننا وبين الأخوة في البنوك التجارية في سواء كان من ناحية دعمنا بالسيولة أو من ناحية التنسيق بيننا وبينهم وكذلك مع الصرافين لاستقرار العملة. الأستاذ صالح عبد الله حليس أمين نقابة الصرافين بمحافظة شبوة أشاد بالدور المنشود والالتزام من محلات الصرافة بالمحافظة لا سيما في توحيد سعر صرف العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، منوها إلى الدور الذي تقوم به محلات الصرافة بالمحافظة والتسهيلات والخدمات التي تقدمها لأبناء المحافظة. نؤكد اليوم هنا نقابة الصرافين تقوم بعمل توحيد الصرف داخل المحافظة، وذلك أيضا التعاون مع المواطنين في توفير العملة الصعبة للمسافرين، إضافة إلى متابعة أمور الصرافين داخل المحافظة. الجدير بالذكر بأن المحافظة تشهد نموا متسارعا في مختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والبنى التحتية، في ظل الاهتمام الذي توليه قيادة المحافظة بالنهوض بمحافظة شبوة نحو الأمام. جاهزية كاملة للبنك المركزي اليمني فرع محافظة شبوة لتقديم كافة التسهيلات لجميع المرافق وقطاعات الدولة في المحافظة. لقناة عدن الفضائية حسني محمد النجدي، محافظة شبوة.